تجد ممن ينتسب للسنة وللحديث من علماء العاجم من وقع في ورطات علم الكلام وعبر مصطلحات عن الكلام وقال بمقتضى قواعدهم وهو لا يريد ذلك، لكن هذه حصيلته ما عنده غير هذا، لأنه ما أخر عن السلف ولا يميز بين منهج السلف ومنهج الخلف. كل المدارس الشهيرة في العالم الإسلامي في القرون المتأخرة كلها على مذاهب علم الكلام، الأزهر في الجملة والديوبان الزيتونة في تونس والديوبان في الهند كلهم على هذا، وإن كانوا محدثين وآحدين ما يسلمون من أوضار علم الكلام. أهل الحديث الذين يؤخذ عنهم هم الأئمة كالبخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله وأصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله عليهم شيخهم كلهم وأقرانهم الشافعي ومالك أصحاب السنن. العلم اشتهر به مالك رحمه الله ثم أخذ عن الشافعي ثم أخذ أحمد عن الشافعي، والأصحاب الصحيحين والسنن من تلاميذ أحمد أو من تلاميذ تلاميذه، فهذول حولهم أهل الحديث، وهكذا من قفى أثرهم وسلك سبيله من أخذ علمه واعتقاده وعمله من الحديث الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أهل الحديث السابقين الذين جمعوا السنن والآثار وصنفوها إما على طريقة المسانيد أو على طريقة السنن على طريقة الفكر الأبواب الفكر مسألة الفكر أو من التنبؤ يعني.